ده النهارده مصير طاقم قنبلة القنبلة النووية هيروشيما، طاقم الطائرة اللي ألقى هيروشيما، اللي ألقى القنبلة النووية، مصيره كان إيه وحصل لهم إيه؟ حكايات غريبة جدا هنسمعها في حكايات صباح دريم، ونكمل معاكم أحلى صباح في مصر. فيما كانت موازين الحرب العالمية الثانية تتأرجح تارة نحو دول المحور وأخرى نحو الحلفاء، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تجهز شيئا قد يجعل تلك الحرب تضع أوزارها في أسرع وقت ودون خسائر لدول الحلفاء. وبينما جهزت أمريكا سلاحها الجديد، كانت اليابان لا تزال تعتقد أنها يمكن أن تربح الحرب، وجنودها مستعدون ويقاتلون على طول الجبهات. وفي صباح يوم 6 أغسطس عام 1945، أسقطت طائرة أمريكية قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، فلم تجد الشمس أفقا تسطع منه ذاك اليوم ولا الأيام التي تبعته، لتتحول المدينة إلى خراب وتضطر اليابان للاستسلام، وتنتهي الحرب فعليا بانتصار الحلفاء. ظلت حادثة الدمار تلك حديث العالم حتى اليوم، لكن أحدا لم يسأل عن 12 شخصا كانوا في القاذفة التي ألقت أول قنبلة ذرية، وهي من طراز B-29، وكان يقودها بول تيبتس الطيار الأمريكي الذي كان أيضا قائدا للمجموعة، وهو الذي اختارهم من بين 509 شخص. وبحسب المعلن فإن طاقم الطائرة الاثنى عشر أرسلوا جميعا عقب هذه العملية بشهور إلى العيادات النفسية التابعة للجيش الأمريكي التي تولت عملية علاجهم من آثار تأنيب الضمير، وبعد ذلك مباشرة تم تسريحهم من الخدمة العسكرية ليواجه كل منهم مصيره بمفرده، حيث انفصل قائد الطائرة تيبتس عن زوجته الأولى وتزوج للمرة الثانية، ثم دخل مصحة عقلية بعد أن أصيب بانهيار عصبي. أما ضابط الأرصاد الجوية إثرلي فقد فقد عقله وقبض عليه في تكساس وأودع مستشفى الأمراض العقلية. نفس الأمر حدث مع مساعد قائد الطائرة وروبرت لويس الذي أصيب بحالة هستيرية لازمته في كل حركاته وسكناته، وكان يصرخ لأتفه الأسباب. وحينما جرت دعوته لزيارة هيروشيما ليرى ما أحدثه فيها، رفض ومكث 3 ليال بعدها يبكي بكاء هستيريا لا ينقطع. أما روبرت شومارو ظل 3 سنوات كاملة يصرخ في نومه، فإذا استيقظ ينخرط في بكاء مرير ويهذي بأن سحابة الدخان الأسود التي ملأت سماء هيروشيما هي مجموعة أرواح الضحايا التي صرعتها القنبلة. أما المقامر تيودور فان كيرك فإنه كان قد تماثل للشفاء من كابوس مماثل، ولكن حدث أن عرض التلفزيون الأمريكي برنامجا عن ضحايا هيروشيما فعاد إليه الانهيار العصبي، وكان دائما ما يردد: أقول اليوم لجميع السياسيين ولجميع الدبلوماسيين إنني لا أريد أن أشاهد مرة أخرى استخدام أسلحة نووية. أما ريتشارد نيلسون أصغر ملاح الطائرة سنا، فكان دائما شارد العينين زائغ النظرات، يعاني كثيرا من خطابات الشتائم التي تصله.